أهل البيت تحدثوا كثيرا عن الغيبة، غيبة الإمام، حتى أنا كتبت كتاب كيف نعرض غيبة الإمام المهدي على السلفية. ولكن الذي لفت نظري كثرة أحاديث الغيبة. نعم هم يريدون أن يبشروا بأنه سيحدث أمر، ولكن هنالك أمر آخر التفت إلى البيت، أن أكثر الأحاديث، أكثر رواة أهل البيت طردت أحاديثهم بسبب قضية الغيبة. مثلا تجد زرارة بن عيون وهو الإمام العظيم المحدث الكبير، هذه تم إخراج تراثه من كتب الكثير للأسف من المسلمين لأنه كان يقول بالغيبة. فأهل البيت كانوا ينشرون ثقافة الغيبة لأجل أن يبينوا أن هذه ليست مشكلة، يعني لا تطعنوا في الناس لأنهم يقولون بالغيبة، يعني هذه ليست مورد من موارد التشكيك في المحدث،